كابتن حمزه، واحنا كنا بقى بنتكلم عن الفريق الاول محمد الشناوي. طبعا يعني محمد الشناوي دلوقتي اصبح هو حارس مصر الاول سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر. ابرز الحاجات اللي انت بتتعلمها من الشناوي وانت موجود دلوقتي يوميا معاه في تدريب الفريق الاول بالنادي الاهلي؟ هو طبعا شرف ليا ان انا اكون بتمرن مع كابتن شناوي، حاجه افتخر بيها وحاجه يعني تتقال فيما يعني في حياتي بعد كده، ان انا يعني كان ليا الشرف ان انا اتمرن معاه فتره. وبصراحه انا كحمزه بشوف ان اكتر حاجه مخليه كابتن شناوي في المكان وفي يعني في المستوى اللي هو فيه اللي هو ثابت فيه بقاله فتره. وانت بتتكلم صور الاربع حراس بتوعنا طبعا دول في التدريبات زي يعني كتله مع بعض كده. وطبعا يعني انا بشوف ان اكتر حاجه بتخلي كابتن شناوي ثابت في المستوى اللي هو فيه وفي عين الناس وكل ده، ان هو ما عندوش شبع يعني ما بيوصلش لمرحله ويقول انا اكتفيت الحمد لله كده. طبعا الحمد لله على كل حاجه، بس يعني الحمد لله على كده نبص على اللي بعده. وهو عنده يعني الشغل ما شاء الله ما شاء الله بيشتغل زي ما كان بيشتغل من قبل كاس العالم اللي هو لعبه في 2018 في روسيا. يعني فهو يعني يجي من كاس العالم للانديه في الدوحه والنادي الاهلي محقق الثالث ومحمد الشناوي سبب، ما يقولش لا خلاص ده انا حققت النهارده ثالث العالم فريح. لا ده العكس. يعني هو كمان عشان المنتخب، فلاعيبه المنتخب نادرا قوي لما بياخدوا اجازه. يعني احنا يمكن في مثلا في الانترناشونال بريك اللي هو الاجازات بتاعه المنتخبات التوقفات الدوليه، بيبقى فيها يعني ان احنا ممكن مثلا ناخد يومين ثلاثه كده راحه. هم مش ما بياخدوش راحه، بيروحوا على طول للمنتخب. فهو شغله قبل التمرين وبعد التمرين وفي التمرين، يعني ما شاء الله بيخش قبل التمرين بيشتغل لوحده، وبعدين بيتمرن وعلى طول شغله هو يعني كل يوم تمرينه زي اليوم اللي قبله زي اليوم اللي بعده، وبعد التمرين بيشتغل. فهي طبعا الواحد مش هيوصل للمستوى ده بدون سبب، يعني لازم يكون بيعمل حاجه عشان يبقى في اللي هو فيه ده. ابرز المواقف بقى اللي بتحصل بينكم دايما، خاصه انت موجود معاه في التدريب، موجود معاه في المعسكرات. انت دلوقتي طبعا متأيد افريقيا، وكنت موجود في قائمه الاهلي في كاس العالم للانديه، وموجود في القائمه الافريقيه، بتسافر مع النادي الاهلي، فخلاص دلوقتي بقيت متواجد مع الفريق بشكل مستمر. ابرز المواقف بقى اللي بتحصل بينك وبين الشناوي، علي لطفي، مصطفى الشوبير، حتى يعني قريب في السن برضه. لا احنا يعني كلها احنا العلاقه اللي بيننا مش شغل بس، يعني مش هو بس ان احنا نتمرن مع بعض وخلاص. يعني احنا يعني انا لو في اي حاجه بكلم كابتن شناوي، بكلم كابتن علي، بكلم اوفا، بكلم يعني احنا يعني اسره واحده، بنتكلم في اي حاجه وعلى طول في ظهر بعض. اللي بيلعب على طول احنا يعني اللي ما بيلعبش في ظهره، في التسخين مع بعض، في كل حاجه مع بعض. فدي طبعا فرقه يعني معانا كحراس مرمى يعني في النادي الاهلي. بس انا كابتن شناوي يعني على طول بيحب يعني عايز موقف. لا هو يعني طريقه لبسي مثلا هو على طول اول واحد بيقول لي يا ابني مش هينفع ان انت بتلبسه ده. بس هي خلاص بقى يعني هو كل واحد بقى لا هو يعني كل واحد يعني طريقته في اسلوبه والستايل بتاعه. يعني هو طول ما الحمد لله يعني الواحد بيعمل كل اللي عليه في شغله، ف الحاجات دي. بس هو يعني بيقولها طبعا يعني بهزار يعني مش ميشيل يانكوني بقى قول لي. لا ميشيل خاصة كمان يعني تجربة حراسة المرمى، مدرب أجنبي لأول مرة في النادي الأهلي ميشيل يانكوني، وعامل طفرة مع الشناوي في دي تطور كبير في مستواه. وأنت أكيد دي أول يعني أول مرة تتمرن مع مدرب أجنبي. أول مرة في حراسة المرمى فعلا. أول مرة وقبلها كان اول مره برضو مع موسيماني طلعت مع فايلر شويه. طلعت قبل موسيماني مع فايلر؟ طلعت شويه كم يعني، بس مش فتره على طول موجود يعني. لا كنت بطلع مثلا لو في جون لا قدر الله مصاب، في حد مريح، في حد في المنتخب كده، كنت بطلع. بس هو ميشيل لا مش فارق بس مع كابتن شناوي، هو فارق مع الليجوان كلها يعني. دلوقتي ما شاء الله بنشوف كابتن علي بيلعب ما شاء الله رجليه في الملعب وبيأدي وكل حاجه. شفنا مصطفى بيلعب في الدوري، كان اول ماتش ليه وحاجه تتحسب له طبعا، وحاجه يعني حاجه كبيره مش حاجه عاديه يعني، ان يبقى جون في السن ده وبيلعب للنادي الاهلي فريق اول، دي مش حاجه مش بتحصل بسهوله يعني. دي ان حد يلعب في النادي الاهلي فريق اول دي بتحصل بشغل وتعب، والواحد يستاهل، مش لاي حد وخلاص.